صحراء ريد إكسبرينس لحاق للدراجات النارية والأول من نوعه بالأقاليم الجنوبية. فيه تضافرت جهود عدد من أبناء المنطقة من الهواة والمحترفين لهذا النوع من الرياضات لإنجاحه، وقد عرف مشاركة متسابقين محليين ودوليين، وشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب في عالم رياضي حديث ينطلق في الأقاليم الجنوبية للمملكة. جيت نشارك في هذا الرالي أنا والأب ديالي، وكما كتشوفوا اليوم هذا الرالي من بلاصة صعيبة شوية حيتاش كاين الرملة، وباقي كاين في الطراجي سميتو الغيس، وباقي كاين شحال من حاجة صعيبة شوية. أنا سعيدة جدا للمشاركة في هذا اللحاق المنظم في الصحراء المغربية، والمهم ليس المشاركة فقط بل تبادل الخبرات واكتشاف الطبيعة الصحراوية الخلابة. بفضل تكاثف جهود أعضاء جمعية العيون للدراجات النارية وهي الجهة المنظمة لهذا اللحاق، نجح هذا الحدث الرياضي في إتاحة الفرصة للمشاركين لاستكشاف مسارات جديدة ومتنوعة عبر تضاريس جغرافية تميز جهة العيون الساقية الحمراء. لحاق صحراء رايد إكسبرينس هو أول لحاق 100% بتنظيم بطاقم 100% مغربي بالسواعد المحلية من أبناء المنطقة. الفكرة ديالو جات هو أن توفر مدينة العيون على بيئة جد ملائمة لممارسة هذا النوع الرياضي. توفقنا الحمد لله في أول نسخة أننا نجلبوا 20 متسابق من بينهم أجانب من بريطانيا وبلجيكا. الحمد لله جميع المراحل نتمنى أنها تمر بسلام. منحت هذه التظاهرة الرياضية أيضا فرصة للمشاركين لاستكشاف جمال الصحراء المغربية، كما ساهمت في الترويج لجهة العيون الساقية الحمراء خاصة إقليم العيون، والتعريف بالمؤهلات الطبيعية والسياحية والرياضية التي يتوفر عليها الإقليم والجهة.